معايا عبر زوم الان واشنطن سيركوير، نجم فريق فنار مخشى وفلومينينسي البرازيلي واحد النجوم التاريخيين لنادي اوراوا الياباني سابقا. يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. السؤال الأول لحضرتك، كيف تنظر وكيف ترى المواجهة القادمة بين الأهلي وأوراوا على تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية؟ هيبقى الأهلي هيبقى فريق ممتاز معروف أوروبيا معروف عالميا. أورارا ميزته إن هو عنده لعيبة سريعة، ولكن الأهلي عنده فريق ولعيبة جسمانيا أحسن وفيزيكال أحسن بكتير. الروح المصرية دايما بتظهر في الفرق العربية، وهيبقى الضغط هيبقى أكتر من الأهلي. ايه ابرز نقاط القوه والضعف من وجهه نظرك في الفريق الياباني؟ يعني ايه هي نقطه القوه اللي ممكن يتفوق فيها على النادي الاهلي، وايه نقطه الضعف اللي ممكن النادي الاهلي يستغلها؟ من وجهه نظري ان السرعه بتاعتهم ممتازه جدا. الفريق في نص الملعب بيعرف ينقل الكور يمين وشمال بطريقة سريعة جدا. أورارا دايما بيبقى عنده مشكلة في الهجوم، لكن يعني ان هو ينفذ هجمة مرتدة او ينفذ هجمة صريحة دي بتبقى مشكلة، ولكن هم بيباصوا كويس جدا في نص الملعب. من السهل ان هم بيوصلوا لنص الملعب، ولكن ان هم ينفذوا هجمة مرتدة دي بتبقى صعبة شوية. تتوقع مين فرصه أفضل في الفوز بهذه المواجهة؟ هو صعب ان احنا نحدد دلوقتي فريقين محترمين جدا، فريقين أقوياء، ولكن الأهلي طبعا معروف والأهلي أحسن. الأهلي هيبقى أقوى، الأهلي روحه المعروفة أوروبيا هتظهر زي ما حصل مع ريال مدريد، زي ما حصل في الماتشات اللي قبل كده. الأهلي فاجئنا كتير، الأهلي فاجئنا كمان مع الاتحاد، فالأهلي فرصته أحسن بكتير. طيب لو شاهدت مباراة الأهلي وفلومينينسي، في رأيك هل كان الأهلي يستطيع الفوز بهذه المواجهة، وأم كان فلومينينسي الأفضل في هذه المواجهة؟ الأهلي سينسيور سي. أنا اتفرجت على الماتش، الأهلي كان عنده فرص كتيرة جدا، وأول شوط الأهلي لعب أحسن بكتير من فلومينينسي، ولكن فاتوا التهديف، فاتوا الحظ. الفلومينينسي شاط كورتين جون في العارضة، ولكن الأهلي كان أخطر بكتير. الشوط الثاني فلومينينسي جمع اللي كان ناقص منه، عرف نقط أخطائه فين، وجاله الحظ إن هو يقدر يهدف، وبعد ما مارسيلو خد ضربة الجزاء وحصل التهديف في الشوط الثاني، الأهلي طموحه قل، الأهلي تفاصيله قلت، وبدا يبقى سايب الماتش. وفلومينينسي عرف ازاي يخرج من خطوره الاهلي، وعرف ازاي ياخد المباراه. واشنطن سكويرا، نجم نادي اوراوا وفلومينينسي السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله عبر زوم.